السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم أحداث 24 ساعة نبدأها بالعناوين. خلال افتتاح سيادته للمجمع الطبي المتكامل الإسماعيلية، السيسي يشدد على ضرورة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وقال إنها تلتهم جهود التنمية. مدبولي يشدد ويشهد على بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي بالأكاديمية في مصر للطيران. ومجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب وأسرهم. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة بحاجة إلى تريليون دولار سنويا لكل 100 مليون مواطن كي تتناسب مع معدلات التنمية والزيادة السكانية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وصول معدل المواليد إلى أقل من 1% كي يتناسب ذلك مع الإمكانيات الحالية. جاء ذلك خلال افتتاح السيد الرئيس من محافظة الإسماعيلية لعدد من المشروعات في القطاع الصحي عبر الفيديو كونفرنس. هو أنتم مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتوا عشان تحسنوا من أحوالكم؟ اللي كان المفروض إن الناس تعرف إن الأحوال ما بتتحسنش إلا إذا كان معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدراتنا، قدراتنا الاقتصادية وقدرتنا في التشغيل والموازنة العامة للدولة اللي هتنفق على العدد ده. نصيب الإنسان كام؟ وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، قلت دولة زي مصر تعدادها اللي يصل لل، انا ما خرجتش عن سياق الموضوع، لكن طالما ان ده ما تحققش انتم مش هتشعروا ان في يعني في انفاق حقيقي مناسب ليكم. يعني لو انا 100 مليون النهارده، انا بقول لكم الرقم المناسب لل 100 مليون هو تريليون دولار، يعني كم بالجنيه المصري؟ تقريبا 16 تريليون جنيه، مش كده يا دكتورة؟ ده الرقم اللي هو يتناسب مع عدد سكاننا. طب لو الرقم ده مش موجود، يبقى لازم تعرفوا ان ده هيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي ولن تجدوا ما تتمنوه. وعشان كده لما انا قلت مرة من سنة يمكن ولا اكتر، قلت ان النمو السكاني ده امن قومي، لان هو في الاخر بيخلي الناس تبقى مش راضيه، ودام المواطن مش راضي هيبقى مستفز، وممكن حد يعبث بعقله ويقول له ان انت اللي انت فيه ده هو عيب دوله، هي عيب حكومه، لكن اللي احنا فيه ده هي ظروف حالتنا، مش ابدا عيب حكومه بغض النظر عن اداء الحكومه، اي حكومه واي رئيس. لكن في النهايه إن ما كانش الأرقام اللي أنا بقول عليها دي تبقى موجودة معانا، موجودة. وأنا بقول لكل مفكر وكل مثقف وكل سياسي بيتكلم في الموضوع ده ويهمه أمان واستقرار مصر، لازم يعرف إن عمر ما هيحصل ده إلا لما يبقى فيه أرقام معتبرة تلبي حاجات ومطالب الناس. كما حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه تحية شكر وتقدير لجميع الطواقم الطبية لجهودها في مكافحة جائحة فيروس كورونا. من فضلكم نوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع، سواء اللي هم يعني استشهدوا في أداء هذه المهمة أو اللي ما زالوا حتى الآن بيقوموا بدورهم الرائع جدا والعظيم جدا في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة. وده أمر يعني هبدأ بيه كلامي، وانا هركز كلامي في الدكتوره كهاله كلمت كلام كتير قوي، والكلام الكتير ده كان الهدف منه انها تستعرض بيه موقف الجهد اللي اتبذل من جانب الدوله متمثله في وزاره الصحه تجاه شعبها، تجاه شعبها. الرئيس السيسي اكد ايضا ان المبادرات الصحيه خاصه مبادره القضاء على فيروس سي والكشف المبكر على الامراض المزمنه ساهمت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات ازمه جائحه كورونا في مصر.
الدكتورة اتكلمت على مبادرة الفيروس سي، واتكلمت على مبادرة قوائم الانتظار، واتكلمت على قوائم الأمراض غير السارية، واتكلمت على الـ يعني الـ الكشف عن أو فحص سيدات مصر، واتكلمت عن موضوع الاعتلال الكلوي، وبرضو اتكلمت على الكشف المبكر لموضوع السمع اللي موجود. أنا عايز أقول لكم على حاجة، احنا لما جينا عملنا الكلام دوت ما كانتش جائحة كورونا موجودة لسه. وعايز اخد بالراحة كده اقول ايه، تصوروا ان احنا لما فحصنا 70 مليون، او احنا بقى عندنا قاعد بيانات لسبعين مليون، وده امر مهم قوي ان احنا نتحصل عليه، لان ما كانش لدينا ده قبل كده بالمستوى ده وبالدقة دي وبالتفاصيل دي. لما عملنا الفحص للسبعين مليون في الفترة ديت، الدكتورة بتقول احنا عالجنا 2.2 مليون، صحيح، بس احنا كمان شكلنا ثقافة الانتباه لنا كلنا كمجتمع من موضوع الفيروس سي، سواء كان للكبار او للصغار. وعشان كده لما اتكلمنا في النقطة دي قلت ان احنا دكتورة نكمل لولادنا لمدة 5 سنوات اعدادي وثانوي، عشان مش عشان نبقى الدولة يعني تبقى خالية بس من قوائم، تبقى خالية من الفيروس سي، لا، عشان ننهي تواجد هذا المرض تماما في بلدنا. نقدر نعمل كده، نقدر نعمل كده لو احنا انتبهنا، لو احنا قلنا الفحص المستمر. وممكن، وانا مستعد اعيد تاني 70 مليون تاني عشان استهدف العلاج ده. طب ده تكلفته ممكن تبقى كتير، صحيح، بس خلي بالكم لما احنا نقول ان 2 مليون دول اللي هم كان عندهم الفيروس سي، واكيد معانا اطباء كثيرين، والدكتورة طبعا ممكن يعني يبقى الكلام اللي انا بقوله ده محل نقاش، يا ترى كم في المية منهم كان لو كان دخل على الجائحة دي كان ممكن يحصل له ايه؟ يعني نقول 10% اكتر، 10%، 200,000 من ال 2.2 مليون لو كانوا دخلوا على الجائحة بالمرض ده بالتداعيات بتاعته، يا ترى كان ممكن يحصل لهم ايه؟ وشدد رئيس السيسي على ضرورة أن يكون الهدف من المعارضة هو تحسين الأحوال المعيشية للمواطن وليس المعارضة من أجل المعارضة. من حق الناس أنها تعبر عن رأيها، من حق الناس أنها تعترض وتبقى في معارضة، صحيح، لكن كل ده الهدف منه في الآخر أنه هو سواء كان التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية، المعارضة الهدف منها هو تحسين أحوال الناس، تحسين أحوال الناس وتحسين حياتهم، هو بيبقى الهدف كده، مش المعارضة للمعارضة ومش التعبير عن الرأي عشان الناس تتكلم، لا، دي بتتكلم عشان تقولك خلي بالكم، بصوا هنا في عندنا مشكلة، بصوا هنا لو سمحتوا اللي انتوا ماشيين فيه ده غلط، واحنا ده أمر بنقبله من أي حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول ايه. وأكد رئيس السيسي أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري خلال 3 سنوات، مشددا على أن مشاريع تبطين الترع وتطوير منظومة الصرف الصحي ستؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض. الريف المصري هيعمل معانا إيه؟ هيسمع في القطاع الصحي إزاي؟ لما أنا أخش على كل الترع اللي موجودة وعمل لها تبطين، ده يساهم في إيه؟ يا ترى يزود حجم الإصابة المحتملة للأمراض اللي بتجي في من ده ولا لا؟ يا ترى يزود حجم الناموس اللي موجود اللي ممكن ينقل الأمراض ولا لا؟ طيب لما أنا أعمل الصرف الصحي ليهم كلهم في خلال 3 سنين اللي بتمنى إن احنا نقدر نعمل كده، وبقول يعني عشان بس ما حدش يقول يعني هو أنتوا مش عاملين حسابكم هتعملوا إيه؟ احنا عاملين حسابنا في حاجة واحدة بس. إيه يا دكتور مصطفى؟ التمويل، اللي هو كان عبء الاعباء على اي حكومه انها تحل مساله، هنجيب فلوس منين؟ فاحنا عملنا حسابنا لكده، لكن اللي انا مش قادر اعمل له حساب هو الشكل اللي موجود فيه حال البناء والتخطيط العمراني اللي موجود في الريف، ومش في الريف بس، ما احنا ما كنا في يعني في مدينه الامل من كام يوم وفي الخصوص وكل الكلام دوت، ما هو ده الحال، لكن احنا هنسيبه؟ نرجع بقى لل 500,000 للريف المصري اللي احنا بنستهدف منه ان احنا
نقتحم ونحل المسألة خلال 3 سنين، ويا رب يعيننا على كده. وخلال الافتتاح استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان آخر تطورات منظومة التأمين الصحي والقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة أن تطبيق المنظومة في بورسعيد يمثل أفضل الخدمات الصحية في العالم. من جانبه قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن افتتاح عمل إنشاء وتطوير الصروح الطبية المتكاملة عسكرية ومدنية إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية للدولة. صروح طبية جديدة تنضم للمنظومة الصحية المتطورة في مصر تكشف النقاب عنها وزيرة الصحة بمناسبة افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الطبية على مستوى الجمهورية. وفي كلمتها استعرضت الوزيرة تفصيلا المبادرات الرئاسية الصحية الهادفة للارتقاء بالمنظومة الصحية للشعب المصري. احنا في 100 مليون صحة في مبادرة السيد الرئيس في المبادرات المختلفة ابتدأناها شهور ورا شهور، اشتغلناها من اول ما كشفنا زي ما قلت على 77 مليون مواطن فوق سن 18 سنة. مصر أخليت من فيروس سي بكل علم وبكل قوة، وجه مدير منظمة الصحة العالمية يسلم تقرير التحقق لسيادة الرئيس. احنا بنتكلم على مصر خالية من فيروس سي، في حين ان في كثير من الدول العظمى هيتم إخلاءها أو متوقع إخلاءها زي ما احنا شايفين لسه في سنوات طويلة يمكن لغاية 2050. ثم شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المنشآت الطبية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس. هذا وقد أهدت وزيرة الصحة درع الأطقم الطبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة حب وتقدير من أطباء مصر لسيادته. يأتي هذا فيما استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشاركة أبناء القوات المسلحة في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر. إنشاء وتطوير مستشفيات عسكرية وكيانات طبية جديدة واللاتي روعية عند تنفيذها توزيعها جغرافيا بكافة المحافظات لتخدم أكبر قاعدة من العسكريين والمدنيين من خلال تنفيذ خريطة علاجية تعتمد على أعداد وكثافات السكان بتلك المناطق، والتي شملت أيضا المناطق الحدودية والنائية حيث بلغ نسبة المدنيين المترددين عليها 40% من إجمالي متلقي الخدمة العلاجية. وكذلك شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المنشآت الطبية العسكرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. أما وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فقد حذرت من مغبة الزيادة السكانية وانعكاساتها السلبية على المستوى الاجتماعي للأسر المصرية. لما نيجي نشوف النهاردة في إطار ظروف الجائحة اللي يعني بنشوف جائحة بتعصف بالإنسانية لأول مرة، العالم كله بيواجه هذا الأثر الكبير على الإنسانية وعلى الاقتصاديات العالمية، بنلاقي أن مصر ما زالت محتفظة بقدر عالي جدا من التوازنات، سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي، في انخفاض معدلات التضخم وده مؤشر مهم جدا اللي هو الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وانخفاض البطالة اللي لسه امبارح الجهاز الإحصاء طلع انخفاض البطالة إلى 7.2%. جهود كبيرة في مكافحة الإدمان عرضتها وزيرة التضامن الاجتماعي أمام السيد الرئيس. جهود وزارة التضامن الاجتماعي الحقيقة بتشمل جزء كبير عن التوعية، لأن احنا بنشتغل على توعية النشء والشباب، ولذلك بيتم انتشار البرامج التوعية من خلال متطوعين، 30,000 متطوع بيتعاملوا في كافة المواقع التعليمية والاجتماعية بالشراكة مع زملائنا في وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب. دخلنا 17,000 مدرسة على مستوى الجمهورية، دخلنا 1000 مركز شباب، وأيضا 14 جامعة من خلال المتطوعين. وكذلك تم افتتاح مركز لعلاج الإدمان عبر تقنية الفيديو كونفرنس. عقب ذلك قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في مجمع الإسماعيلية الطبي المتكامل، حيث استمع سيادته لشرح حول أهم الخدمات المقدمة والاطلاع على أحدث الإمكانيات التي تميز هذا الصرح الطبي المتقدم. شريف رضوان، التلفزيون المصري.
ثقافة الانتباه، الانتباه لنا كلنا كمجتمع من موضوع الفيروس سي، سواء كان للكبار أو للصغار، عشان ننهي تواجد هذا المرض تماما في بلدنا. نقدر نعمل كده. نفس الكلام لموضوع قوائم الانتظار، هم 700,000 حالة لو عملناهم في فترة الجائحة دي كلهم كانت، يعني طبعا ربنا يعفي كل الناس ويشفيها، كانت أمراض يعني صعبة. تصوروا لو 700,000 حالة دول برضو 10% منهم ما كناش دخلنا عملنا قوائم الانتظار، يعني يبقى في 70,000، يبقى في 70,000 معرضين أكتر إن هم يحصل لهم لا قدر الله شيء. الأطفال لو ما اتكشفش عليهم مبكر يبقى مواجهة موضوع القوقعة الإشكالية اللي نجمع عن عدم الكشف المبكر. فأنت قلت لي لو إحنا قدرنا نجيب الجهاز ده اللي بيكشف أول ما يقدر يحدد لنا الطفل أو الطفلة عنده مشكلة، يبقى إحنا نقدر نعالج المسألة بشكل أفضل كتير من لما نستنى بقى لما يكبر كده. إحنا جادين في مواجهة تحدياتنا، وبنعتبرها مش عشان ناخد إشادة من مؤسسات دولية وإن كان ده مهم، ولا إن إحنا نبقى نتصنف تصنيف كويس وإن كان ده مهم، لا، إحنا بنعمل ده لأن ده دورنا، دورنا كحكومة ودورنا كمؤسسات ودورنا كمجتمع مدني، إن إحنا ناخد بإيد الناس في مصر لمستوى أفضل. نجد تحية على حضرتكم في برنامجكم أحداث 24 ساعة يأتيكم من التلفزيون المصري. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين بدأ تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز إيرباص بأكاديمية مصر للطيران للتدريب. وشكر مدبولي جميع العاملين بقطاع الطيران المدني على جهودهم وما تحقق من إنجازات في ظل التحديات تعد هي الأصعب في تاريخ الطيران المدني بالعالم أجمع بسبب جائحة كورونا، مؤكدا انهم كانوا نموذجا مشرفا لمصر اثناء استضافه بطوله العالم لكره اليد. واشاد رئيس الوزراء بجهود الوزاره في تطبيق التدابير الاحترازيه بجميع المطارات، الى جانب التنسيق مع الوزارات من خلال الرحلات الاستثنائيه لاعاده العالقين من ابنائنا بالخارج، وكذلك الحصول على شهاده وخاتم الاعتماد الصحي للسفر الامن من مجلس المطارات الدولي. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور البرلمان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية، سواء في دوره التشريعي المهم للغاية لإنجاز القوانين والتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن، وكذلك لدوره الرقابي والإرشادي للحكومة وللأجهزة والمؤسسات التنفيذية كافة في الدولة كما نص الدستور على ذلك. وخلال اجتماعه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أكد الدكتور مدبولي حرصه الشديد على عقد هذا الاجتماع، وقال أنه سيكون بداية سلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة بغرض التشاور والتواصل الدائم بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الصالح العام ومصلحة المواطن، وأن أي خلاف مع الرأي لا يسبب أي مشكلات. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت باستحداث منظومة إلكترونية للمتابعة الدقيقة والتقييم لإعداد التقارير التي يتم عرضها على مجلس النواب كل 6 أشهر حول معدلات إنجاز الحكومة لبرنامجها. كما أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الرئيس السيسي يتابع ويصر على إنجاز المشروعات واجتياز التحديات التي تواجه الدولة، مشيرا إلى بعض الملفات وصفها بأنها أشبه بالقنابل الموقوتة التي لم يحاول أحد الاقتراب منها طيلة سنوات عديدة مضت. متواصلون معكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول العربية. أدانت مصر الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل. وقال بيان لوزارة الخارجية إن مصر تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، كما تؤكد دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره. وذكر بيان الخارجية أن مصر تعرب عن ثقتها في قدرة العراق الشقيق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية التي لن تثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.
قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في العراق يشمل مواجهة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، إذ قال ريتشارد ميلز القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن العراق، قال إن أحد أبرز العوائق أمام تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة هو وجود فصائل مسلحة ومتطرفين ومخربين. من جديد يعاود الإرهاب ضرب العراق رغم محاولات دعم الاستقرار المفقود منذ سنوات طويلة، هذه المرة على أيدي إحدى الميليشيات العراقية تطلق على نفسها اسم سرايا أولياء الدم بإعلان مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة للتحالف الدولي في إربيل بإقليم كردستان شمال العراق. مسؤولون أمنيون ذكروا أن اسم هذه المجموعة مجرد واجهة لفصائل مسلحة معروفة موالية لإيران، وبحسب التحالف الدولي أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل متقاعد أجنبي وإصابة 8 متقاعدين وجندي أمريكي، كما سقطت صواريخ في أحياء سكنية أدت لإصابة 5 مدنيين بحسب السلطات الصحية في إربيل. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد بمحاسبة المسؤولين عن هجوم إربيل الصاروخي، ودعا إلى إجراء تحقيق في الهجوم الذي استهدف قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق، مؤكدا في الوقت نفسه لرئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني على دعم الولايات المتحدة الكامل لجميع الجهود المبذولة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها. في هذه الأثناء أعلنت إيران معارضتها أي أعمال تضر بأمن العراق، كما نفت إشارة بعض المسؤولين العراقيين إلى صلتها بالميليشيا التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم أربيل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده تعتبر استقرار العراق وأمنه مسألة حاسمة بالنسبة للمنطقة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 633 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 51 حالة أخرى، كما أعلنت الوزارة خروج 321 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع بها إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 135,670 حالة حتى يوم أمس. أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 476 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت الأردن 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا. معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم العربي يشهد انخفاضا ملحوظا، فقد سجلت المغرب 476 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة. وأعلنت اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر تسجيل 175 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، وسجلت السعودية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن هناك 8 مناطق في المملكة سجلت أقل من 10 إصابات بفيروس كورونا. وأعلنت الصحة العراقية تسجيل 3332 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة جديدة، وسجلت الأردن 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4491 حالة. وسجل السودان 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات معظمها في ولاية الخرطوم. وأعلنت ليبيا تسجيل 331 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ووفاة 9 حالات جديدة. أهلا بحضراتكم من جديد، وإلى جولة صحفية لليوم نبدأها من موقع بوابة الأهرام الإلكترونية.
الرئيس السيسي في موقع بوابة الهرم الإلكتروني: الدولة ستبذل كل جهد ممكن لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة. موقع بوابة أخبار اليوم الإلكتروني: التعليم تعلن تطبيق جديد على أجهزة التابلت لطلاب الثانوية. موقع بوابة أخبار اليوم الإلكتروني: وزير الكهرباء: برنامج القراءة الموحد ينهي مشاكل الفاتورة. أخيرا من جريدة الوفد الصفحة 6: إتاحة خدمات تأمينية متميزة عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وإلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود غدا طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، وبارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل البرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح النشطة. الآن إلى بيان درجة الحرارة المتوقعة. بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجكم أحدث 24 ساعة جاءكم من التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.